You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time, no more. نرجع للوب يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شاشر عزيزين ياكم ايفر ويوم جاب لكم مقطع جديد جيش الفرعون. اليوم عندنا مقطع لا سر لا خدع لا مقالب لا مورس قاتل. اليوم مقطعنا من اكثر المقاطع المطلوبة مني اللي هي سلسلة او تحدي الدبل اوم. سويت السلسلة وسويت لكم مفاجأة بناية المقطع طلبتوا مني واليوم سويتها واللقطات صارت شباب اللقطات صارت موية. راح يجونكم ناس يكتبوا بالتعليقات هاي اللقطات فلان مسوي احسن منك ومدري شنو. شباب طلعوا لي واحد مسوي من هاللقطات بجيم واحد بس وامسح قناتي كليتي. اخوي احبكم هواي شباب. لا تنسوا تضيفونا على الانستغرام، هذا الانستغرام ما تحيطلع ببالكم. لا تنسوا اذا تريدون نكمل لكم بالسلسله مال تحدي الاوم لا تنسوا توصلوا المقطع 50,000 لايك. وهم شباب اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. لاحظت هواي منكم تتفرجون المقاطع ما مشتركين ومفعلين زر الاشعارات. ما بقى شيء شباب ونص مليون فشدوا لها حبايبي وبس ما رد اطول عليكم خليكم المقطع. طبعا شباب هنا كنت ناسي افتح المايك بالتصوير فراح اعلق لحد ما ينفتح المايك من وحده. طبعا هنا انا دا احاول افوت اسوي الجلتش مالتي بس ما لترهم للاسف فاستقلت قلت خلي العالم يشتركون بقناتي وراح ترهم فلا تنسوا تشتركون. طبعا طبينا دورنا على السلاح لقينا على يو ام بي وهي شيء كان حلو فقلنا نروح ناخذ مالتنا المكان المعتاد دائما. رحنا قعدنا بزاويه الشيطان مالتنا كالعاده بالضبط مثل ما تشوفون ننتظر العالم يجونه. فاكو واحد كان يحاول يدخل وهسه راح يدخل بالضبط دخل وقتلناه وهمنا فنشناه بالمسدس على ما كان انطلق. بعدني ما فاتح المايك بعدني ما منتبه ان المايك واقف. يلا انتبه هايفر انتبه الفرعون يا معود تفشلني انتبه على التصوير. اوه قد يحكي انتبهت ان انا انه ماكو صوت وانصدمت صدمه حياتي مثل ما تشوفون وفتحت الصوت. شنو تساعد المايك بالغلط يا يما يا ابو. اوكي شباب شنو تساعد المايك بالغلط فمو مشكله. بس طبعا شباب قبل ما نكمل ضيفونا على الانستغرام شباب مالتي حيكون هنا الانستغرام. انشر بيه اشياء كلش حلوه، انشر بيه لقطات مال ببجي مالتي مال قناص، انشر بثوث اقعد اسولف وياكم. تعالوا ضيفونا يقول اللي جايكم من اليوتيوب حتى اقعد اسولف وياكم. اوكي شباب ما بقى كلش قليل 30 ثانيه وتنفتح ونطير. اوكي بعد 15 ثانية بعد 5 ثواني ونطير وراها ما ادري ايش قد تنفتح وراها ب 10 ثواني تنفتح اعتقد. يلا ابوي طرني. احس يدرون اني هنا، احس يدرون اني هنا ما اعرف ليش. يا الله اعتقد راح تنفتح من نهاية تصير 1 6 5 4 شو مرني يدربي يا يعني هنا اذا شمر لي نيد هنا انا يعني خلاص انتهى وضعي. الله دايم عايش من لينيت الفرعون بوي الفرعون بوي هناني الفرعون. لو طب لي شايل بي كي سي اجلدك اجلدك واني ما عندي درا اجلدك اجلدك. يلا ارجع للوبي هسه عاد براحتني نقتل الوحش المرتاح. بس هسه اكو حد خلنا نفتح الاسرار واحنا جوائز. احنا اول خطوه سويناها صحيح اللي هي خلصنا وبقينا واحدنا نبدي نلوت. هنا شنو اكو؟ اس كي اس تمام. اوكي حتصير اكو واحده بصفنا قريبه. يلا حتصير بصف هاي. واو صار اثنين قريبات علي لازم اخذ الام سريع حتى اجلد ذول بصفي اذا اقدر اشوفهم. اوكي هاي كلش قريبه علينا ذيك صارت بعيده. الام 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 يا رب بيسكوب. اوكي بيسكوب 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 جميل ما بيها احد طبعا تخافون. بيه 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 بيه, بيه. اطلع اذا رجال اطلع اذا رجال اطلع اطلع انا واقف لك بالاوبن. اوه قدمني. اوكي 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 هذا فايت بالسما هذا فايت بالسما. وربي يدمجون والله. وش مارلينيت هذا قمت وات فوك طلعت هيد شوت. واو
تعال ارجع لللوبي يلا ارجع لللوبي ارجع لللوبي اقول ارجع لللوبي يلا سباعدتوا على اساس حتى تنزلوا لي والله تطلبتوا مني العب دبل اوم راح العب هذا الجيم مخاطره دبل اوم والله العظيم بس لانه تطلبتوا مني والله تستاهلون جيش الفرعون هذا الجيم لعيونكم دبل اوم ما سوي لحد غيركم والله او بيبي او بيبي طبعا شباب مثل هاي اللقطات اللي سويتها قبل شوي اللقطه مال الام هاي دائما انشرها بالانستغرام بالستوري فلازم تلحقون عليها لان 24 ساعه تنحذف دائما يوميا تنشر لقطات حظ ضجر لان هواي تصير عندي لقطات فمحتفظ بيها وانشرها على الانستغرام شباب بنسى كتبوا لي جوا شو تقولون نقدر ناخذها لو لا بدبل ام اوكي بعد 15 سنه ننزل فلازم احضر نفسي حتى للنزله او للطفره او ماي جاد نزلت بالاوبن شباب بلعني نزلت اوبن بس والله صار فايت فوق بالسماء الا مو فايت غضب وين نلقى العالم هسه مرة 12 واحد شباب لعيون الفايت الحلو لعيون تحدي الدبل اوم لا تنسونا باللايك والاشتراك حبايبي لا تنسوا تضيفونا على الانستغرام تمام الدبل اوم مالتي الدبل اوم جيمي جيمي انا قدها قدها تتحديتوني شباب وانا قدها دبل اوم راح العب باستراتيجيه التكتيك والحذاريه ماكو ايش كلمه ما اعرف ذاك واحد شافني اعتقد هو نفسه ها ووو مات وربي جبتاني طبعا ذاك يبغى علي يد ينتظر مني حركه واو شنو من لقطه اسطوريه شو ما جتي شو ما تجي هاي طبعا والله السكوب قد مقلش اقسم بالله بسم بالله السكوب عندي مقلش بعد ها ووو جبته باندا اصرف طلق مال اوم بغباء ما اعتقد المفروض اسوي شي باقيين سبعه بالجيم شباب الجيم مالتنا على اغلب لحد الان احنا مسيطرين ذاك شباب برا الزون اوكي والزون يدمج تمر راح يجي سياره شوفوا الزون اكل البيت يا اخي هو الزون مدمجه وانا ضربته طلقه اوم شلون ما مات؟ مات بالزون، ها مات بالزون، الحمد لله والشكر، هاي كلن راح من عندي، هاي كلن راح من عندي، اوه ذيك سيارة، باقي خمسة بالجيم. ما اقدر اصرف طلقة زيادة، ما اقدر. تعال. اوه! ترجع لللوبي يلا! نرجع لللوبي يلا باقي بقيم ثلاثة وربي لحد هسه انا اقول لكم انا اسطورة لحد هسه ماشي اسطوري انا لحد هسه ماشي اسطوري واو نسويها لو لا شباب اخيرا التحدي الام نسويها لو لا جيش الفرعون كتبوا لنا بالتعليقات نسويها لو لا يلا شباب دبل ام باقي بقيم ثلاثة الفرعون ايفر قدامهم نشوف يقدر يسويها لو لا اوكي الزون مو عندي الزون ضدي فلازم اتحرك سريع واخذ السياره مالتي اللي اكيد بين احد او واحد وقع نوك هم بذني تشيبي ترسمي لما طلع منا صوت اذا هم هناك واحد وقع نوك من عندهم بالكار بقى واحد بواحد كي يكونون هنا اي بالضبط ماكو احد وراي حاول نضرب نيد ولا ما يصير اضرب نيد بس لازم اخلص من واحد اوكي ما راح اضرب نيد تمام اوه ذاك بعيد هذا شفته قاتل بغرفه هذا شفته قاتل بغرفه واكو واحد بعيد ابو كار واحد بهاي الغرفه اللي عندي البعيد ذاك هو مستحيل وراح نهجم على الثاني وراح نهجم على الثاني فاصل لو متبند مستحيل اللقطات شباب جدا مستحيل واو 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 شنو سلاحك ولا زحمه يو ام بي صدق تحكي انت باو
لان انا نقول سويتها يا جيش الفرعون واخذت الجيم دبل اوم وسويناها شباب وسولو دو وسيرفر اوروبا وبقى الاخير اعتبر نفسي فايز لان اقدر اكتله صراحه هسه بس بدي اشوف اذا راح يرجع للجيم لو لا. هاي تصفيقه لي يا شباب, هاي تصفيقه لي. قبل ما نتعرف وياهم من الجيم راح اقول شغله, راح اسوي جزء ثاني على حسب تفاعلكم على هذا المقطع. راح اسوي جزء ثاني دبل اوم بس سولو سكواد, دبل اوم سولو سكواد. ممنوع اقتل احد برمانه بسلاح باي شيء, دبل اوم سولو سكواد. بعدها بعد هاي الحلقه راح يكون اكو تحدي اقوى همين على الدبل اوم. فحبايبي ما اوصيكم اذا تريدون هاي السلسله وعجبتكم جواب التعليقات شققوا المقطع لايكات, 50,000 لايك حتى نسوي سلسلة, انشروا المقطع بكل مكان, اشتراكات كذا. لاحظتها من بالفترة الأخيرة تقريبا 80% من اللي يتابعون مقاطعي ما مشتركين بالقناة. شباب ما اوصيكم اشتركوا بالقناة. زائد شغلة ثانية, اليوتيوب بدي يعاند وياي وما دي يعطي اشعارات للمتابعين, ولاحظتها من اكو تعليقات تقول ما توصلنا اشعارات. شباب المشترك يلغي الاشتراك ويرجع يشترك ويفعل الاشعارات, والما مشترك شباب يشترك ويفعل الاشعارات حتى توصلكم كل مقاطعي اول باول وتونسون وياي يعني, وتصيروا تضيفوني على الانستغرام. هاي المناسبة احب اقول لكم GG GG. مع السلامة, اشوفكم مقطع ثاني. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.